ماما ده شتمتني وبهدلتني وقلت ادابها عليا، وانت كده على طول يا ماما، على طول ظلماني وبتيجي في صفها يا ماما. ايه يا حبيبي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انا مش عارف اربي بنتي، والكلام ده كمان كان قدام بنتي. ما حصلش، سناء ما عملتش كده، ولعلمك بقى ياسمين كانت في اوضه واحنا في اوضه تانية. ايوه بس سناء صوتها مسرسع اصلا، يعني لو كانت قالت كده كانت ياسمين سمعتها من الاوضه التانية. يا حبيبي اختك سناء عندها عقد، مليانه عقد، بس طيبة وبتحب بنتك، كتر ألف خيرها إن هي عاوزة تفسحها. ما هو أنت بقى لا إما في الشغل، لا إما قاعد هنا وما بتكلمش حد، لا إما على القهوة وبتتفرج على الماتش. عجبتك قوي دي مش كده؟ يا ابني أنا اتكلمت، معاكي حق يا طنط. وبعدين أمها بقى مقعدها قدام التلفزيون على طول، ولما بتزهق تفضل تحشر لها لما هتبقى قد الفيل. هتبقى قد الفيل. يلا ياسمين تعالى افرجك على الفيل اللي انت هتبقى قده. فيل ايه؟ يعني ايه يا طنط؟ يعني قصدي حضرتك ان انا مش عارفه اربي بنتي؟ انا بتكلم على اللي بشوفه. بس ده ما حصلش، لان انا دايما يلا يا بابا. ياسمين خشي اتفرجي على الفيل في التلفزيون، خشي يا بنتي كلي. يا بنتي يا بنتي ربنا يهديك، خشي اقري الكتاب خليه ينفعك. يا شفتي يا ماما، بقت تصرفاتها شبه تصرفات سناء بالظبط. شوف يا حبيبي، صحيح سناء لسانها طويل حبتين، بس ست بيت وشاطرة وطيبة، ما تتمناش حاجة في الدنيا غير سعادتك وسعادة مراتك. يا حبيبتي يا إنعام، والله أنا كمان على طول بشكر فيكي. مامي قولي لي يا مامي، أنا مش عارفة ربي بنتي هجيب لها تخلف حضاري عشان طول النهار ما قعدها قدام التلفزيون كده؟ كده يا إنعام، أنا بجد 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 عمري في حياتي ما هأتمنك على سر، أي حاجة أقولها لك تروحي تقوليها كده على طول. شفتي بقى رأي مامي من رأيي. يا مامي أمال يا حبيبتي، أنت فاكرة تربيته إزاي؟ اتربيته من التلفزيون، لولا التلفزيون ده أنتوا كنتوا انحرفتوا، يا إما أنا كنت اتجنيت. وبعدين بقى الحقيقة يعني هي بصي بقى يا حبيبتي، فرصة إن عادل خارج يفسح بنته، أنا وأنتي بقى هديكي درس إزاي تربي بنتك. عادل رايح يصالح سناء وهي سناء هتطير. يا مامي يا حبيبتي قومي تعلمي لي كلمتين. ايوه اتعلمي كلمتين على ما احنا نروح جنينة الحيوانات. يلا يا ياسمين. ياسمينة بقول لك ايه، ايه رايك بدل ما نروح جنينة الحيوانات نروح نتفرج على ماتش المئوية في القهوة؟ لا نروح جنينة الحيوانات. ماشي حاضر، يلا سلام. باي باي. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. ياسمين ياسمين يا كلبوزي حبيبي، كلبوزي يا كفو كله كفو. ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ اه ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ ال 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ طب هم اخبارهم ايه دلوقتي، كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز توصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين، ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه؟ قول لي وانا اقول لك. لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينه الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما بتبصش في المرايه خالص يا فلوس. فين يا ده رمز؟ انا هقول لك يا عمي، ما واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز الفاترينا؟ اه وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينا بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. دول اه من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده واحنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش، فين الفلوس؟ وديتها فين؟ حاضر دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينا، فلقيت اللوح اكبر من الفاترينا، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح دول لقيت الفاترينا اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني، فقلت ايه طب ما تلزق يا واد يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول، عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين.
غيرت التماثيل اللي جوه الفاترينا دول وغيرت الفاترينا كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لا، الازاز اكبر من الفاترينا. ايه ده، انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمزي نفرج عليه الحيوانات في الجنينة. فين بقيت الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقولك يا دول، انا مش هطول عليك يا عم. بص، انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجة ورحت اشتريت بقى فاترينا بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت ال 2000 جنيه. لا يا دول، ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينا. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكره دول قال لي ما تتاخرش يا رمزي. ما تتاخرش يا رمزي. البت دي زي العسل يا بنت. ياسمين، ياسمين روحي اشتري. عارفه عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتايه. ها، تاخريش وقفل الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر، مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال... بنت الايه؟ دول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا، انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك قوي يا دولة؟ انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دول؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دولة يا دولة، اتاخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حاجز لك هنا اهو. تعالى ادي له ميه، ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه، ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه، ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه، ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. بابا، مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس وهنمشي؟ هنمشي نروح على جنينه الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجه وما عملهاش؟ ياسمين يا حبيبي كلبوزه. ولا بدوي الكرسي هنا لياسمين. مفيش كراسي فاضيه يا استاذ. قوم يلا يا رمزي. اقعدي يا ياسمين. انت واحد جنب التهيس. طيب لا، انا هتفرج على صوت واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى، ربنا يكرمنا. بس ان شاء الله النهارده بقيت فاول من بتوع ابو تريكه. يقوم سكاعه تقوم اعصابهم بايظه بقى. عصاب ميلة بوز دي ملايين تجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين، احنا بقى الوفات بتجري. اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم. شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه. هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوان. الماتش هيبتدي. دولة، هو فين التلفزيون يا دولة؟ بيتك انت عامل ايه في وشك يالا؟ مش عارف يا دولة، من ساعة ما دهنولي قرطي فمش شايف. وانت بتشوف في قرطك يالا على النضارة يا اهبل. ابتدى. بابا، هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعة الا ربع يا ياسمين. ايه؟ لسه هستنى ساعة الا ربع. حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعة. الاهلي نازل سخن اهو من الاول. تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب، يلا ادي لابو تريكة، ادي لابو تريكة. دولة، هو الاهلي لابس ايه؟ دولة، طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضاره مدام كده كده مش شايف. ايوه، خلي بالك من رونالدينو ده، خلي بالك من رونالدينو ده. رونالدينو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض، الفرنساويين كلهم قطعيه واحده اصلا. مين يا عم؟ دول اسبان. اسبان بقى طليان هنقطعها وما نقطعها. ايه الجون ده؟ اوفسايد. الجون ده اوفسايد. اوفسايد مين يا دولة؟ الجون ده عصام الحضر يا عم، انت ما تعرفوش يا دولة. هو ابدا اتهزمنا بقى. يلا بقى نروح جنينة الحيوانات. لا اتهزمنا، ده هو جون واحد بس اللي جه فينا. دلوقتي تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين، لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادري في لافيو. لا مش ده ولا ده ولا ده. لا حرام بقى، ده ظلم. ايه التحكيم ده؟ ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبت ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تكي تكي ينهي. معلش يا اخوانا، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا، معلش، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقوله بقى. معلش يا اخوانا، معلش، فاضل حاجه بسيطه يعني، بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش. دلوقتي الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينة الحيوانات قفلت
وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. كله تمام. جبتي الحيوانات حلوة؟ بابا جاب لي اللعبة دي. يا سلام، بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن أنا ما قلتش إن اللعبة ممكن ترجع. ها؟ جبتي الحيوانات حلوة ولا لأ؟ هايلة، كانت زحمة قوي وكانت فاضية بقى، الحيوانات كانوا ناموا يعني عشان دنيا. هي سناء فين؟ جوه في أوضتها. انبسطتي؟ انبسطتي قوي؟ ايه يا عادل، عايز حاجة؟ مفيش، انا اصلي كنت عايز اقولك يعني ان ياسمين ودتها بقى جنينة الحيوانات، ودتها فعلا يعني. ماشي، ما هي برضو بنتك وانت من حقك تقضي معاها اطول وقت ممكن. طبعا. ايه يا عادل، عايز تقول حاجة؟ كنت عايز اقول لك يعني اصل وانا في جنينة الحيوانات شفت بقى قردين تقريبا اخوات، يعني كانوا قاعدين عمالين بيفلوا بعض، وعرفت ان هم اخوات عشان كان الديل واحد والمناخير يعني، فقعدت اقول يا حتى الترابط الاسري بين القرود، فيا ريت البني ادمين يبقوا اخوات كده يعني. يعني هو المفروض ايه؟ ان احنا الاثنين نفلي بعض عشان نبقى شبه القرود؟ لا يعني المفروض احنا كاخوات. بص بقى سناء، انا اسف، انا غلطت فيك يا سناء وانا اسف، انا اصلي كنت مشدود شويه، وبعدين انت طبعا ياسمين بتحبك وانت اللي بتساعدينا في تربيتها، فزعليش. خلاص بقى. خلاص يا عادل، انا مش زعلانه منك، وبعدين انا قعدت فكرت برضو لقيت ان هي بنتك ومن حقك تقضي اطول وقت ممكن براحتك. المهم قول لي بقى، عملتوا ايه في جنينه الحيوانات؟ رحنا بقى، كانت قافله يعني هي، فكان الحمار الوحشي روح وكده، فجبت لها بقى لعبه. عادل، رحت جنينه الحيوانات ولا ما روحتش؟ لعبه بقى كانت فظيعه بقى اللي انا جبتها دي، يعني عجبتها جدا، لان بجد ما كانش في اي محل. يا عادل، انت خدتها من ايدي وقلت هوديها جنينه الحيوانات، وديتها ولا ما وديتهاش؟ عارفه اللعبه ببطاريات او من غير بطاريات، يعني ممكن تلعبها بيها لو البطاريه خالصه يعني. عادل، انت ما وديتهاش الجنينه؟ لا ما وديتهاش. امال بس انا ابوها ومن حق اربيها ومن حق اخرجها معايا براحتي، وبلاش كده واوعوا كده. خلاص يعني، ما هو حصل ان انا ما وديتهاش، بس انا كان غصب عني والله يا سناء، انا كنت عايز اشوف الماتش بتاع المقاويه ده. ها، وعملتوا ايه؟ اتغلبنا 4-0. جنينه؟ لا، جنينة ايه في الماتش، لكن الجنينة دي بكرة بقى ان شاء الله يعني. انت وراكي حاجة بكرة؟